طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق المنافقين فتباد. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسي لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض، لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا وتأدبوا، يا جميع قضاة الأرض عبدوا الرب بخشية، هللوا له برعدة، الزموا الأدب لألا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة توب لجميع المتكلين عليه. هللويا. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي
كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي أنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه أنا اضطجعت ونمت بخريستوس بنوتي.